بدأنا بأخبار مو حلوة، فاليوم حنبدأ بأخبار حلوة إن شاء الله، لأن أول خبر الرياضي وجدا مفرح للناس هو دخول الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ بعد تعيينها لقيادة مباراة الأربعة بين يوفنتوس ودينامو كييف، وبكده تكون أول امرأة تقود مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. طبعا ستيفاني عمرها يا جماعة 36 سنة، وسبق وكانت أول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدين كررت الإنجاز نفسه بقيادتها مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في الدوري الأوروبي اليوروبا ليج. واو واو، تبارك الله عليها. بدأوا البنات بيسيطروا أكثر وأكثر. أنا شايف اللي وإحنا كنا بقول الله يستر. خبري كمان مفرح، وهو التغريدة اللي نشرتها النيابة العامة في السعودية على حسابها في تويتر، توضح فيها إقرار 50,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى عام بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسدياً أو نفسياً. أو بدي أسوي تعليق بسيط على الموضوع. أنا جداً فرحانة، طبعاً إحنا الحمد لله دولتنا قاعدة تسوي جداً قرارات كثير لتحمي حقوق المرأة، ومو جديد على المملكة العربية طبعاً. السعودية، فأنا مرة مبسوطة أن الحين صار في غرامة موجودة وتحط يعني حطينا شيء واضح، قانون واضح ما أحد يقدر لا يتعدى، لا جسدياً ولا بالكلام ولا شيء. وأقول مبروك لكل امرأة سعودية، ويا ويلكم يا ويلكم. لحد يجرب أو يحاول. محمد عندك أخبار؟ ندخل أنا على الساحة. أيوة. راح أدخل على الساحة. وخبر الرياضي همينا بس أثار جدل مو طبيعي. تتذكر مؤيد أنت ذكرت أخبار وفاة مارادونا الأسبوع الماضي؟ أي هسه صار جدل مو طبيعي من اللاعبة باولا اللي هي رفضت أنها توقف في لحظة احترام لوفاة اللاعب الأرجنتيني، مثل ما تشوفون بالصور أنها قعدت على الأرض وقالت ما راح أقدم يعني عزائي إلى اللاعب بسبب الأضرار اللي سببها للكثير من النساء، وقالت لو الموقف يتكرر معايا راح أعيده 1,000 مرة. أوه. لدرجة أن الموقف وصل أن هي تتعرض إلى تهديدات بالقتل، ولكن مصرة أن هي ما توقف مع الغلط بسبب الإساءات اللي يعني سواها مارادونا عبر حياته. تعرفون أنه هو كان عنده جزء من حياته اللي هو يختلف عن مارادونا، يسموه جزء حياته دييغو، وأثار فيه المشاكل الكثيرة، فهي بسبب ذلك رفضت أنها تقدم كل التعازم والاحترام إلى. وهذا موضوع يعني كلش كان كبير وسوى ضجة إعلامية. صحيح. بالنهاية كل إنسان إلى يعني مبادئه، وهي عندها مبدأ وتشوفها رسالة يعني. بالصح. بالضبط. بس خلينا ندوز الأخبار زوينة، وأخيرا خبر زوين إلى كورونا. في سنغافورة ولدت أول طفل في العالم محصن ضد فيروس كورونا لامتلاكه أجسام مضادة بعد إصابة والدته بالمرض. يعني أخيرا كان واحد كان أجيال ما جيت تقدر ما تكونش خلاص ما يجيله هو يصير. الحمد لله والله شيء كويس. وعلى الحمد لله زين كملي تفضلي. بس لأن على سيرة كورونا، شوفوا الفيديو اللي بتشوفونه على الشاشة، حشود تتدافع في مطار الصين بعد انتشار أخبار عن وجود حالات مصابة في المطار. أتوقع يعني والله معهم حق بندامك صح، كلها سنة نخاف. يعني دابا أكثر حيتجمعوا أكثر، يعني غيتصابوا أكثر، يكون خلاهم لأنه أول ما عرفوا إنه في أحد عنده كورونا كلهم يهربوا. طبيعي. محمد أدينا دحين أخبارك. يلا خلينا مع أخبار كورونا، والأخبار المؤلمة هي أنه لويس هاملتون أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأن الاتحاد الدولي يعني أعلن أنه هو راح يتم عزل نفسه بالوقت المطلوب اللي هو 14 يوم بعد ما فاز ببطولته السابعة بالشهر الماضي. ولكن إن شاء الله نتمنى له كل العلاجات والشفاء القريب إن شاء الله. بإذن الله يرجع إن شاء الله أفضل وأفضل. نرجع مرة ثانية لكرة القدم. طبعاً أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يواكيم لوف اللي كان مهدد بالإقالة بسبب النتائج السيئة حيحافظ على منصبه كمدرب للمنتخب الألماني، وحيقوده في كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 2021 بسبب طبعاً كورونا. وأكد الاتحاد الألماني في بيان له أنه الخسارة القاسية اللي تعرض لها المنتخب أمام إسبانيا الشهر اللي فات بنتيجة 6-0 تم تجاوزها من قبل المدرب واللاعبين.